صباح الخير يا مصر، حلقة خاصة من العريش، لقاءات وانفرادات وتقارير خاصة من سيناء، أرض البطولات والتضحيات. كيف خاضت معارك الإرهاب والتنمية في نفس الوقت، وكيف تحولت رمال شمال سيناء إلى مزارع وطرق ومشروعات وتجمعات سكانية. صباح الخير يا مصر، حلقة خاصة من العريش، الأحد السابع صباحاً على قناة مصر الأولى.